مساء الحب والسعادة والخير عليكم جميعا، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم، برنامج محبي ليليان نمري، ليليان نمري لوفرز. النهاردة الحقيقة حلقة مميزة وحلقة مختلفة عن باقي الحلقات اللي احنا قدمناها، يمكن عشان موضوعها أول مرة يعدي علينا وأول مرة نتكلم فيه. أنا مش هقول لكم إيه الموضوع، هنعرفه من أغنية البرنامج. أنا بطلب منكم تشاركونا على الموقع الإلكتروني للبرنامج www.liliannemri.com، وخليكم معانا ويلا نروح مع بعض نعرف موضوع الحلقة من أغنية البرنامج. غنوا لحبيبي وقدموا له التهاني في عيد ميلاده، عساها 100 عام. افرح حبيبي واطلب اغلى الاماني، الليله يا عمري تناديك الاحلام. غنوا حبيبي وقدموا له التهاني في عيد ميلاده، عساها 100 عام. افرح حبيبي غنوا لحبيبتنا وصديقتنا، غنوا لأمنا وأختنا، غنوا لليان. أكيد مستمعينا الكرام عرفتوا عنوان حلقة النهاردة. النهاردة الحلقة عن عيد ميلاد لليان، ولأن لليان فنانة وإنسانة مميزة لازم حلقة النهاردة تكون مميزة. النهاردة الحقيقة بيشاركنا في الاستوديو على الهواء مباشرة مجموعة من محبي وأصدقاء لليان نمري اللي حضروا خصيصا عشان يشاركوا فنانتنا الجميلة عيد ميلادها. ونبدأ مع أول الضيوف معنا النهاردة في الاستوديو، جلال من لبنان. صراحة جلال كان من أول الحريصين على حضور التسجيل في الاستوديو وحضور حلقة النهاردة. جلال هتقول إيه لليان النهاردة في عيد ميلادها؟ شكرا وليد. لليان كل عام وانت بخير، ونعاد عليك جلال الطاعوري، والمايك مع وليد. ميرسي يا جلال على حضورك للاستوديو النهاردة ومشاركتنا في عيد ميلاد لليان. ومعانا تاني الحضور لبنى من مصر. لبنى كانت حريصة على حضور التسجيل في الاستوديو، وذلك لحبها الشديد جدا لليان. لبنى نورتينا وشرفتينا النهاردة، وتحب تقولي ايه لليان؟ شكرا وليد. هاي انا لبنى من مصر، وحابة اقول للفنانة لليان كل سنة وانت طيبة وزي العسل كده دايما، ويا رب دايما بالتوفيق والنجاح، والمايك معاك يا وليد. والله يا لبنى انت زي العسل، وانا سعيد بوجودك معانا، وبتمنى وجودك دايما معانا في جميع حلقات البرنامج. معانا كمان في الاستوديو مايك من لبنان. مايك، تحب تقول ايه لليان النهاردة في عيد ميلادها، خاصة وانت بتعتبر ان ليليان نمري هي امك؟ اتفضل. شكرا وليد، وماما ينعاد عليك بالصحة والعافية، الله يخلينا هيك فوق راسنا يا رب مقبال 100 سنة، والمايك معك يا وليد. شكرا يا مايك على مشاركتك، ويا رب يخلينا ليان اللي تجمعنا دايما على المحبة. ويلا نروح مع بعض نسمع أغنية. خليكم معانا، حلقة النهاردة لسه طويلة، حلقة النهاردة فيها مفاجآت كتير، خليكم معانا. كل سنة وانت طيب ومن قلبي قريب، والسنة دي معاك واللي جاي وياك، يا أغلى الحبايب يا صبح. كل سنة وانت طيبة ومن قلوبنا قريبة، كل سنة وانت أصل الضحكة والبسمة، كل سنة وانت أصل الحب والأمان. ومع ضيف من ضيوف حلقتنا النهاردة، نزار أبو العز من لبنان. نزار شاب أنا بفتخر بصداقته وبمعرفته، شاب نادر وجوده في هذا الزمان، وذلك لحبه الشديد جدا لبلده وحبه لليان. نزار، تحب تقول ايه النهاردة لليان؟ فضل معك المايك. Thank you وليد for the idea. ليليان العمر الطويل يا ربي، كل سنة وانت بخير ان شاء الله، الله يديم الضحكة على وجهك، لانه طول ما انت عم تضحكي معناته نحن عم نضحك، والله يخليكي للبنان وللي بيحبوكي، وكل سنة وانت بخير. خيك نزار، المايك الك وليد.
ميرسي يا نزار، انت اخ ليليان واخ لينا كلنا، وانا بشكرك على حضورك معانا في الاستوديو النهارده ومشاركتك. ومع ميسم من لبنان، ميسم تحب تقولي ايه لليان؟ شكرا وليد، بدي اقول لك يا ليلى عبال لي يا رب، بدي اتمنى لك سنه حلوه وكل شيء بتتمنيه يصير حقيقه، كل شيء بتعمليه يكون خطوه لقدام. بدي اقول لك هابي بيرثدي ليلو والمطرقة. الشكر ليك يا ميسم على حضورك معانا النهاردة. بصراحة ان ميسم من انشط المشاركين معانا في البرنامج، دايما بتشارك معانا وبتشارك في اي برنامج ليليان نمري. انا بشكرك على حضورك النهاردة. ومعانا امل من المغرب. امل، انت جيتي مخصوص من المغرب، هتقولي ايه لليليان النهاردة؟ شكرا والد، وكل عام انت بخير يا ليليان. ليليان يتعاد عليك بالخير والصحة والسلامة والنجاح، والمايك مع والد. ميرسي يا امل على معايدتك، واهلا وسهلا بيكي وبشعب المغرب الشقيق. الحقيقه النهارده انا سعيد جدا ان اللي بيشاركنا من جميع الدول العربيه، من لبنان، من بلاد الشام، من مصر، من دول الخليج، من الوطن العربي ككل. وان ده دل على شيء فهو يدل على ان جماهيريه ليليان بتزيد يوم عن يوم، ومحبه الناس بتزيد لليليان يوم عن يوم. ده لانها بتقدم فن جميل وفن راقي وفن مثقف. ويلا تعالوا نروح مع بعض نسمع الكنترول مجهز لنا ايه اغنيه. الحقيقه النهارده الكنترول عمل معانا مجهود كبير، قائم على الكنترول الياس بركات، نشكره على المجهود الكبير اللي هو عامله. ونسمع مع بعض. مين بيحبك مثل مين؟ بحبك انا كتير يا حبيبي، ضلك ضل علي وعيني بكير، غمرني والمسلي ايدي، انسيني بني ايدي، انا شو مشتاق عليك يا حبيبي، خلي قلبك خلي يحملنا وانطير. عينك يا حبيبي اشتقت لك كتير، ارجع اشوفك حبيبي ما توقعت تصير، فكرتك نسيني وما بدك تحكيني، فكرتك نسيني وما بدك تحكيني، يا سارق حنيني. بنحبك يا ليلو كتير، ربنا يخليك دايما تطل علينا ودايما جنبنا. معنا النهاردة كمان طلار من لبنان. طلار معاك المايك، وتحبي تقولي ايه لليان؟ اتفضلي. شكرا يا وليد على هالفكرة الحلوة. يا ليلو يا قمر، عقبال المية ينعاد عليك بالصحة والعافية يا رب، اتمنى لك النجاح بكل خطوة بتقومي فيها يا رب، هالابتسامة ما تفارق وشك ابدا. طلار هلأ المايك مع استاذ وليد. ربنا يحميك يا طلار، ويخلي روحك الجميلة اللي نابع منها صدق حبك لليليان. الحقيقة مهندس الصوت للبرنامج والقائم على الكنترول إلياس بركات كان طالب ان هو يشارك معنا على الهواء ويبلغ معايدته لليليان، ده شيء يشرفنا. اتفضل يا إلياس، معاك المايك وكلنا سامعينك. مرحبا، ميرسي مسيو وليد، وبشرفني اني اطلع معكم بهالحلقة المميزة والليلة المميزة، وعيد فيه فنانتنا الأمورة والمحبوبة، وإن شاء الله العمر كله يا رب، والله يحميكي ويخليكي إلنا. والمايك إلك مسيو وليد. ميرسي. ميرسي إلك يا إلياس، وميرسي على المعايدة الجميلة وعلى المجهود الكبير اللي انت عامله معنا النهاردة. أعزائي المستمعين، في نهاية حلقتنا النهاردة، الحلقة اللي هنستناها لمدة سنة كاملة هنستناها بشوق وبلهفة. بشكر كل اللي شاركونا في الحلقة، جلال، لبنى، مايك، نزار، ميسم وأمل وطلار، وبشكر مهندس صوت إلياس بركات. أحب أذكركم بالموقع الإلكتروني للبرنامج www.liliannimri.com لتلقي أي مشاركات. واختم حلقة النهاردة وأقول لليليان، كل سنة وأنت طيبة، كل سنة وأنت الحب، كل سنة وأنت نبع الحنان، كل سنة وأنت أصل الأمان، يا صانعة الضحكة وأجمل بسمة، يا لحظة البراءة، بحبك. أخوكي وليد الإمام. ونقول كلنا مع بعض.